السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نكمل اليوم سلسلة مقاطع كروشيه الحروف العربية، واليوم مقطعنا عن حرف الصاد والضاد. رح احتاج للمقطع خيط، سنارة كروشيه، مقص، إبرة للتنظيف، وماركر للمبتدئين. بالنسبة للخيط والسنارة، أنا عشان التصوير مستعملة سنارة كروشيه مقاس 4 ملليمتر، أكبر من المقاس المقترح على الخيط، علما بأن المقاس المقترح على الخيط 3.5 ملليمتر. بس لغير التصوير راح استعمل سنارة مقاس 2.5 ملليمتر عشان غرزي تكون قريبة من بعضها والحرف يكون نوعا ما ماسك نفسه. هذا كل شيء راح احتاجه للمقطع، وراح نبدأ في المقطع على طول. في هذا المقطع عشان تعملي حرف الصاد والضاد لابد انه يكون عندك 2 ماركر، كل واحد منهم بلون مختلف. رح أبدأ بإني أعمل عقدة البداية وأحطها على السنارة، ورح أعمل 21 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. هذه الحلقة النشطة، أول سلسلة، تاني سلسلة. في ثاني سلسلة راح أشتغل في الفتلة الخلفية، منها أول غرزة حشو، في الغرزة اللي بعدها غرزة حشو كمان، والآن راح أحط الماركر في الغرز. راح احط ماركر في غرزة الحشو، وراح احط ماركر ثاني في السلسلة اللي انا اشتغلت فيها غرزة الحشو، يعني الماركرين في نفس الغرزة، واحد في نفس المكان تقريبا، واحد في غرزة الحشو، واحد في السلسلة اللي انا اشتغلت فيها غرزة الحشو اللي انا حطيت فيها الماركر. وباكم تركزوا ان انا حطيت الماركر البينك في غرزة الحشو، والماركر الموف في السلسلة اللي أنا اشتغلت فيها غرزة الحشو. الآن راح أكمل شغلي في الستة سلاسل الجايين، راح أشتغل في كل واحدة منها غرزة حشو واحدة، واحد 2 3 4 5 6. في الغرزة اللي بعد كده راح اشتغل فيها 2 غرزة حشو، 1، هرجع لنفس الغرزة 2، في الغرزة اللي بعدها 3 غرز حشو، 1 هرجع لنفس الغرزة 2، هرجع لنفس الغرزة 3، في الغرزة اللي بعد كده 2 غرزة حشو، 1، هرجع لنفس الغرزة 2. الآن في 7 سلاسل الجايين راح أشتغل في كل واحدة منها غرزة حشو، 2 3 4 5 6 7. في
في آخر غرزتين راح أشتغل في كل واحدة منها غرزة منزلقة واحدة، هذه أول منزلقة، اللي بعدها ثاني منزلقة. الآن زي ما قلت لكم أنا حطيت الماركر البينك في غرزة الحشو والماركر الموف في السلسلة اللي اشتغلت فيها غرزة الحشو. الآن أنا أبغى أعدل شغلي، أبغاك تمرري يدك على القطعة المحاكاة وتضبطيها وتشبكي لي بغرزة منزلقة في الماركر الموف اللي هو في غرزة السلسلة اللي أنا اشتغلت فيها غرزة الحشو. هقفل بمنزلقة. الآن في الغرزة اللي بعدها راح أقفل بغرزة منزلقة كمان. الآن راح أرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4، هذه الحلقة النشطة، أول سلسلة، ثاني سلسلة، في ثاني سلسلة في الفتلة الخلفية منها أول غرزة حشو، في الغرزة اللي بعدها كمان غرزة حشو، في السلسلة الأخيرة منزلقة. الآن رح أجي على جانب القطعة المحاكاة محل ما أنا ارتفعت بسلسلة أول ما بدأت شغلي، وغرزة الحشو الأولى اللي قبل الماركر في السلسلة. الآن راح أعمل غرزة منزلقة، تكون صعبة شوية، وفي الغرزة الحشو اللي بعدها راح أعمل كمان منزلقة، وراح أعمل 22 غرزة سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. حلقة نشطة، أول سلسلة، ثاني سلسلة، في الفتلة الخلفية من ثاني سلسلة راح أشتغل أول غرزة حشو. الآن في الغرزتين اللي بعد كده غرزة حشو في كل واحدة منها، 1 2. الآن في السلسلتين الجايين راح أعمل غرزة حشو تناقصية، هدخل سنارتي في أول سلسلة، سنارتي في ثاني سلسلة، هيكون عندي 3 حلقات، هلف وأسحب من 2، ألف وأسحب من 2. في الـ5 غرز الجايين راح أشتغل في كل واحدة منها غرزة حشو واحدة، 1 2 3 4 5. الآن في السلسلتين اللي بعد كده راح أشتغل فيها غرزة حشو تناقصية، معنى إني حدخل سنارتي في أول سلسلة، سنارتي في ثاني سلسلة، حلف وأسحب من 2، حلف وأسحب من 2. الـ5 غرز الجايين راح أشتغل في كل واحدة منها غرزة حشو، 1 2 3 4 5. الآن في الغرزتين الجايين راح أشتغل في كل واحدة منها غرزة منزلقة، 1 منزلقة في اللي بعدها كمان في الغرزتين الأخيرة راح أشتغل غرزة حشو في كل واحدة منها، 1 في اللي بعدها، 2
الآن في الغرزة التالية اللي هي قبل الماركر مباشرة راح أعمل فيها منزلقة. هذه هي اللي انتو شايفين، هذا الماركر الغرزة اللي قبله مباشرة راح أعمل فيها غرزة منزلقة. في غرزة الماركر كمان منزلقة. حرتفع سلسلة، أقص خيطي وأخفي الخيوط، وبكده أكون انتهيت من حرف الصاد والضاد.